المهمة أيضا اللي هنناقشها، وهي كمان متعلقة ممكن بحاجة شبيهة. لما يبقى فيه احتفال داخل مدرسة، والاحتفال نشاهد فيه مدير المدرسة وهو بيرقص مع التلاميذ، يعني مشهد البعض ممكن يقول عليه انه ده مشهد طبيعي في حفلة مدرسية، اللي هو ايه يعني، ما تزودوهاش قوي في التصيد يعني. وناس تانية تقول لا، ده مشهد لا علاقة له بالتربوية، لا علاقة له بالتربية والتعليم، وانه ده كمان ممكن انه يفسد اخلاق التلاميذ، خاصة انه تم استخدام اغاني المهرجانات الشهيرة بالسوقية. طيب تعالوا نشوف المشهد ونشوف هل كمان احنا بنحمل المشاهد فوق ما تحتمل، وانه ده مشهد طبيعي لتلاميذ بيفرحوا ويبتهجوا في حفلة متعلقة بعيد الام، ولا لا ده يستحق وقفة ولا علاقة له بالتربية والتعليم. نشوفه بالصوت والصورة. Thank you.